مساء الخير عليكم، و يعني اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن اهم مراحل تكنولوجيا الاتصال. وقبل ما ابدا طبعا ان شاء الله يا رب نعدي المرحله دي على خير، وربنا يحفظنا من كل شرور الامراض والاوبئه. وطبعا انا معاكم في اي استفسارات، اي شرح، اي تفصيل اضافي اسالوني على طول فورا. نبدا يلا. اتكلمنا ان تكنولوجيا الاتصال كان ليها بعض المراحل اللي معظم الكتب اتفقت عليها عبر العصور المختلفة. بنقول ان مراحل تكنولوجيا الاتصال مرت بكذا مرحلة. المرحلة الاولى هي المرحلة الشفاهية. الشفاهية بيقولك هي مرحلة ما قبل التعلم، وكانت الوسيلة الاتصال الرئيسية فيها الكلمة المنطوقة، والحاسة الأساسية هي حاسة السمع. جاي من اسمها مرحلة شفاهية، يبقى وسيلة الاتصال بين الناس وقتها كانت الكلمة المنطوقة، وطبيعي بتتكلم يبقى الحاسة الأساسية هي حاسة السمع، هي حاسة الاستقبال للكلمة المنطوقة. ونتيجة لذلك اقترب الناس من بعضهم البعض واتسموا بالعاطفية، وكانت الشائعة هي أول شكل من أشكال الإعلام والاتصال. حد يقول معلومة أو شائعة فبينقل بيها داتا أو معلومة أو قضية أو مشكلة، فكان ده أول تواصل أو أول شكل من أشكال الإعلام والاتصال في هذه المرحلة، حيث كانت الأخبار تنتقل من الفم إلى الأذن، وبانتقالها كانت تحور أو تضخم، بل كانت تغير وتشوه في بعض الأحيان بحيث تضيع حقيقتها في أحيان كثيرة. يعني حد قال كلمة، الكلمة دي حد تاني قالها لحد، فكل واحد زي ما بيقولوا كده بيزود جزء من عنده، تمام؟ الجزء ده وصل في الآخر متشوه أو مش الكلام اللي كان على شكله الأساسي الأولي. طيب، وإزاء هذه المرحلة الأولى من مراحل الاتصال، يمكن التأكيد على أن الذكاء الإنسان قد ساعده على استخدام الأدوات المتاحة بما يتماشى مع احتياجاته المرحلية التي ساعدت في التواصل والتعاون في المحيط الطبيعي للتجمع الإنساني. ومن بين هذه الأدوات نذكر الطبول والرموز والرسومات. المرحلة دي اللي هي مرحلة الشفاهية، المرحلة الأولى في مراحل تكنولوجيا الاتصال، الإنسان ما اكتفاش بس بالكلمة المنطوقة، لا، استخدم كمان الطبول، الرموز والرسومات. المرحلة الثانية في مراحل تكنولوجيا الاتصال ما يسمى بالمرحلة الكتابية. فيها عرف الإنسان اللغة المكتوبة، وتطورت من الرسوم المباشرة زي الهيروغليفية التي كانت على حوائط الكهوف والحجارة، إلى الكتابة المسمارية، ثم الكتابة المقطعية، إلى أن اخترع الفينيقيون الحروف الأبجدية، وأصبحت حاسة البصر هي حاسة الإيه؟ الحاسة الرئيسية. لأن احنا قلنا في المرحلة الشفاهية، المرحلة الأولى، كانت حاسة إيه؟ الحاسة الرئيسية، حاسة السمع، تمام؟ طيب، وأضافت الكتابة صفة الدوام على الكلمة المنطوقة، وحافظت على أهم رسائل الجماعة مما كفل لها الوجود المستمر. وظهرت الكتابة المنسوخة ومهنة الوراقة ودور حفظ الكتب، وازدهر الخبر المخطوط كوسيلة إعلامية، وشكلت عمليات بيعه تجارة مزدهرة. بنقول إيه؟ إن وقتها في هذه المرحلة انتشرت الكتابة زي كتاب الهيروغليفية، المسمارية، المقطعية. طب مين اخترع الحروف الأبجدية؟ اخترعها الفينيقيون. طب أي حاسة كانت رئيسية في هذه المرحلة؟ حاسة البصر. الكتابة أضافت ميزة إنها حافظت على صفة الدوام، بقى جيل بيسلم جيل المعلومات أو الاكتشافات أو الاختراعات اللي وصلوا لها في مراحلهم الأولية، تمام. وازدهرت فكرة الوراقة، إن هو نقدر ننسخ كتب، تمام، ونحافظ عليها في دور زي المكتبات. المرحلة الثانية من مراحل تكنولوجيا الاتصال عرف فيها الإنسان الطباعة، ويعود السبق في معرفة الطباعة برضو إلى الفينيقيين الذين كان لهم أيضا فضل زي ما قلنا في اختراع الورق. بدأت الطباعة على قوالب خشبية، ثم الفخار اللي هو الفخار يعني، حتى اخترع واحد اسمه جوتنبرج الحروف الطباعية المسبوكة من المعدن. حروف مسبوكة على معدن. كلامي كان سنة كام؟ 1445 ميلادية.
بعد ما اختراع جوتنبرج للحروف الطباعية المسبوكة على المعدن، انتشرت الطباعة في أوروبا ومنها إلى العالم كله. كان اختراع الطباعة بداية للنشر الجماهيري، كتب بقى، جرائد، مجلات، مما حقق ديمقراطية الإعلام والثقافة، وتم نقلها أو تم خروجها من احتكار العلماء والحكام إلى الجماهير العادية. بقى الكتب والعلم ما بقاش حكر على العلماء بس والحكام، لا، كمان بقى في متناول الجمهور العادي. كما ساعد انتشار المطبوع، الكتب المطبوعة يعني، على نشر الفردية. يعني ايه بقى؟ بقى كل حد ممكن يعمل كتاب، ممكن يطبع كتاب، ممكن ينشر كتاب، فبقى كل واحد بيعتمد على ذاته او بيعتمد على نفسه انه يقدر يساهم في عملية النشر او الطبع. ولكنه ايضا ساهم في عزلة البشر وخرجهم من الإطار الجمعي. وتعد هذه المرحلة الاتصالية بمثابة المرحلة الأولى والحاسمة لنشأة الثقافة التقنية التي عرفتها الإنسانية، لأن الدور الذي قامت به في توزيع الفكر والمعرفة يعد دورا حيويا خاصة في جانب الحفاظ على ما يسمى بالتراكم العلمي البشري. بقى كل حد خلاص عنده علم يقدر يحطه في الكتاب ويضيف عليه الجيل اللي بعده ويحافظ على الكتب القديمة، فالعلم أصبح تراكمي. المرحلة الرابعة، وهي تسمى بالمرحلة الإلكترونية، في هذه المرحلة بدأت في منتصف القرن الـ19 واستمرت حتى أوائل التسعينيات من القرن الـ20. بدأت بتجارب واكتشافات واختراعات في الاتصالات السلكية واللاسلكية، وانتهت بالاستقرار والانتشار للأجهزة الاتصالية الجماهيرية التي تشكل لب الثورة الاتصالية، ويطلق عليها مرحلة الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو الثورة الاتصالية، أو الانفجار الاتصالي، أو مرحلة الدوائر الإلكترونية. يعني باختصار دخلنا في العصر التكنولوجي اللي احنا وصلنا له دلوقتي. بدايته كانت في منتصف القرن 19، ظهرت اتصالات واير ووايرلس كوميونيكيشن، بقى في عندنا تكنولوجي اكسبلوجن، عندنا كل الإرسال بأشكاله. يعني بنقول إن شهد تلك المرحلة ما يسمى بالإرسال التلفزيوني المستعين بالساتلايت، زي ما اتفقنا قبل كده في المادة دي، اللي هي الأقمار الصناعية، بشكل غير مباشر ثم مباشر. ووظفنا ما يسمى بالفايبر أوبتكس، اللي هي الألياف البصرية أو أشعة الليزر، تمام، في إيه؟ في نقل البث التلفزيوني. وخلال تلك الفترة طبعا ما نقدرش نغفل ما يسمى بالفيديو كاسيت، اللي هي شريط الكاسيت، والفيديو ديسك، وحاجه اسمها الفاكسيميلي، والاسطوانات المدمجه اللي هي السي ديز او كومباكت ديسك. وخلال تلك المرحله ظهرت الحاسبات الالكترونيه، اللي هي بقى خلاص الكمبيوترات اللي هي معنا كلنا دلوقتي، وتطورت طبعا جيلا بعد جيل، الامر الذي ادى في الاخر الى ظهور ما يسمى بالشبكه العنكبوتيه او الوورلد وايد ويب، شبكه الانترنت الدوليه. المرحله الخامسه، وهي تسمى بالمرحلة التفاعلية أو الانتراكتيفيتي. بدأت هذه المرحلة في منتصف التسعينيات وما زالت مستمرة حتى الآن. تتسم تلك المرحلة التكنولوجية الاتصالية بالمزج بين أكثر من وسيلة لتحقيق الهدف النهائي. يعني إزاي؟ مثال، أنا ممكن دلوقتي لو عندي تلفزيون سمارت أفتح عليه الفيسبوك، أبعت عليه مسج لحد على جهاز كمبيوتر، بس التلفزيون وصلته الأساسية أو هدفه الرئيسي أنه يعمل إيه؟ تتفرج من خلاله على التلفزيون، على البرامج التلفزيونية. لكن بما أنه سمارت، فدخلنا في العصر التفاعلي، بمعنى أن ما بقاش في جهاز متخصص زي الأول. أبسط مثال ممكن أقول الموبايلات. موبايل زمان كان وظيفته التليفون، الهاتف، تتواصل مع حد تليفوني، لا، ممكن تصور بيه، تسمع بيه راديو، تتفرج بيه على برنامج تلفزيوني، وإلى ما آخره. فده اسمه المرحلة التفاعلية، تمام. البعض سمى هذه المرحلة الخامسة بأسماء مشابهة، زي تكنولوجيا الوسائط المتعددة أو المالتي ميديا، أو تكنولوجيا الاتصال التفاعلي انتراكتيف كوميونيكيشن، أو تكنولوجيا الوسائط الفائقة اللي هي هايبر ميديا. والمرتكزات الأساسية لنمو هذه المرحلة وتطورها هي الحاسبات الإلكترونية. ده كله بدأ يظهر بعد بقى ما أجهزة الكمبيوتر وعلم الكمبيوتر دخل وتطور وازدهر، تمام. وطبعا ظهر عندنا ما يسمى بالارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي او الاي اي.
بنقول يمكن القول أن أبرز ملامح المرحلة الخامسة اللي هي المرحلة التفاعلية اللي احنا بنعيشها دلوقتي هي ظاهرة اندماج وسائط أو وسائل الاتصال والمعلومات. ما بقاش في حدود بين التكنولوجيا وما بقاش في جهاز مسؤول عن قيام بوظيفة بعينها، لا بقى يقدر يقوم بأكتر من وظيفة، حتى الوظائف اللي هو ما تخلقش أو ما تصنعش على أساسها في الأول.